نعم أستاذ ياسين، يعني سأنتقل للأستاذ كمال. وأستاذ كمال، لو تحدثنا قليلا عن الموقف التركي. تركيا يعني دولة وقفت إلى جانب الشعب السوري منذ بداية الثورة السورية، وهي الآن راعية لأستنا. وربما لاحظنا أولا نوع من الحديث عن غياب تركيا بدور فعلي في أستنا الثالثة، وأيضا لاحظنا أن هناك هجمة كبيرة من الجانب الغربي من العالم على تركيا. تركيا ليست بوضع مرتاح، تركيا قدمت الكثير للثورة السورية مشكورة، لكنها تعرضت للتآمر والخيانة وعملية الانقلاب، وبالتالي هي غيرت تحالفاتها من الغرب إلى الشرق وحاولت تفتح خط مع الروس، لأنه كانوا بدهم يدفعوا تركيا لتحارب روسيا نيابة عنهم. الروس الأتراك انتبهوا للقضية، وهم من جر المعارضة السورية للأستاني، يعني هم ضغطوا على المعارضة السورية لتقبل بالأستاني، لكنهم خدعوا، الإيراني والروسي خدعهم، ولهذا السبب لم يعودوا يضغطوا على المعارضة السورية لتذهب. نحن ما رحنا على الأستاني بإرادتنا على الإطلاق، حتى الفصائل اجتمعوا عدة مرات وما بدهم يروحوا، لكن الأتراك ضمنوا على أساس ضمانة الأتراك أنه يصير في وقف إطلاق نار شامل وما يتهجروا أهل وادي بردة وكل هذه الأمور. بعد هذه الضمانات ذهبنا، ذهب الوفد ولقى النتيجة معاكسة تماما، وبالتالي الضمانات التركية لم تكن مفيدة. تركيا خدعت، تركيا ليست بوضع جيد أو قوي لدرجة نحن نحملها ما لا تستطيع، لكننا نحن نستطيع أن نملك اليوم خيار رفض الذهاب إلى أي مكان ليس فيه فائدة ومصلحة للشعب السوري.